السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطبيق جديد من الفيسبوك يؤدي لك مقابل بعض المهام. بعد ما حدث للفيسبوك من بيع معلومات شخصية لحسابات عديدة في الولايات المتحدة، قامت مؤخرا بإطلاق تطبيق تشارك فيه معلوماتك وتجاربك للتطبيقات الأخرى، ما تؤدي لك بعض الدولارات على ذلك. هذا التطبيق الجديد من فيسبوك متاح فقط في بعض الدول ولم ينشر بعد للجميع. إذا بعد تحميل التطبيق وفتحه، يعطيك أن التطبيق معلومات أنه يجمع معلومات من هاتفك وتعطيه صلاحيات ذلك. التطبيق الآن يعمل عن طريق الدعوة، فعليك تعبئة ووضع ميلك الذي سجلت به على الفيسبوك لتتوصل بالدعوة من هذه الأخيرة. الآن أنا قمت بإرسال دعوة وأنتظر الجواب ورد الفيسبوك، يتأخر حسب الإتاحة في كل بلد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا زر الاشتراك والإعجاب.